لاعب المنتخب الوطني أحمد فرحان يتلقى 3 عروض خليجية، وإدارة نفط البصرة تؤكد لم تحسم صفقة اللاعب لغاية الآن. طبعا أحمد فرحان لاعب الآن مرغوب به، لاعب جيد، لاعب موهوب، عالية طلب من قبل الفرق الجماهيرية أيضا وفرق خليجية، هناك عرضين بالخليج إلى الآن. اللاعب موضوع حصرا، هو حتى من خلال تصريحه في القنوات الإعلامية وقال موضوع حصرا يم إدارة النادي، اللي أي النادي يرغب به أنه موجود، أبواب النادي مفتوحة إليه ويجي يتفاوض مع النادي بكل شفافية. اللي فاوضت بشكل رسمي؟ والله صراحة النادي الشرطة فاوض بشكل رسمي، وأيضا أعتقد أنه نادي الزوراء أيضا فاوض بشكل رسمي، لكن لحد الآن ماكو أي جلسة بين إدارة نادينا وإدارات أندية البقية. والله أعتقد أكو عرض من النادي الاتفاق السعودي، وعرض أيضا من نادي كاظم الكويتي، وايضا عرض الان على اكو يعني بالطريق انه القطر نادي قطري.